استقبل المواطنون والمقيمون التوجيه الملكي السامي من قبل جلالة الملك المفدى بإعادة فتح المساجد والجوامع أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة والتراويح بكل فرح وسرور، وذلك بعد انقطاعهم عن هذه الصلوات العام الماضي بسبب الوضع الصحي الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا. وكحال أي مصلٍ، وقبل أن أصل إلى حرم أحد الجوامع المعتمدة لإقامة صلاتي العشاء والتراويح والتي تم تحديد مدتها الزمنية بأربعين دقيقة، كنت قد قمت بالتوضؤ في منزلي مصطحبا سجادة الصلاة الخاصة بي، مرتديا كمامتي، حاضرا قبل موعد الصلاة بعشر دقائق حتى لا أكون سببا في حدوث أي تزاحم عند الدخول إلى المسجد. يجب التعاون مع القائمين على المسجد أو مع أحد من أفراد الفرق التطوعية بإبراز ما يفيد استكمال التطعيمات المقررة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أو ما يثبت خلو جسمك من الوباء. يجب التباعد بين المصلين والتقيد بالعلامات الدالة على ذلك. خمس دقائق هي المدة الفاصلة بين صلاتي العشاء والتراويح. شعور بسرور غامر سكن أفئدة جميع المسلمين في البحرين فور سماعهم لمضامين التوجيه الملكي السامي الذي أذن لهم أداء فرائضهم في الجوامع والمساجد، وتحديدا بإقامة صلاة التراويح بعد انقطاعهم عنها العام الماضي نتيجة ما فرضته جائحة كورونا من تبعات سلبية غيرت من نمط العيش المعتاد في الحياة. احنا عاملين لجنة تنظيمية لدخول المصلين الذين يسمح لهم بالصلاة بنظام ايش انه متطعم بعد ذلك او انه يكون متعافي، واللي اكبر يعني كبار في السن نحاشيهم ولا نكلمهم بالتي هي احسن ونقول لهم يعني لصحتكم اللي كذا ممكن تصلون في بيوتكم او اذا ما دام وصلت تبقى تصلي خارج المصلى. جدا جدا الاوادم كلها والمصلين كلهم مستانسين على الموضوع دي، نشكر جلالة الملك احنا والحكومة الرشيدة على الموضوع دي. قرار يعني جدا اسعدنا وفرحنا فيه كثير، يعني لان رمضان اللي طاف ما حسينا انه في رمضان ولا شيء، فهذه اجواء روحانية يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. نوجه الشكر لجلالة الملك والولي العهد على الأمر السامي، والله الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللي قائم عليها الفريق الوطني، ونحث الناس على التطعيم. وفي حال الانتهاء من الصلاة يجب الخروج من المسجد مع تجنب الازدحام مع باقي المصلين حتى تكتمل الفرحة من قبل المؤدي لفرائضه دون الإضرار بحياة الآخرين. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.